علينا الذهاب للعمل، أريد أن أذهب إلى المدرسة مثل باقي الأطفال. أنا أيضاً أريد الذهاب للمدرسة، ولكن والدنا سيغضب إن لم نذهب للعمل. هيا بنا. مرحبا، أنا مفيد. هل تشعر بالحزن لعدم ذهابك إلى المدرسة؟ أجل، أريد أن أتعلم القراءة والكتابة وأن يكون لي أصدقاء وألعب معهم. هيا بنا إلى منزلك لنتكلم مع والدك. مرحبا، أنا مفيد، وأنا هنا لأخبرك بأن أطفالك في هذا العمر بحاجة إلى استقرار نفسي وجسدي لنمو سليم، وهم بحاجة للحصول على التعليم الأساسي وليس العمل في أعمال شاقة ومتعبة قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم. لذلك قامت منظمة العمل الدولية بتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام والعمل، وهو سن 18 لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي حسب اتفاقية رقم 138. ولكن أطفالي بخير وليسوا بحاجة للتعليم، العمل يفيدنا أكثر. في بعض الحالات يمكن للدولة أن تسمح الابتداء بالعمل من سن 16، ولكن شريطة توفر ظروف عمل تحمي صحة وسلامة وأخلاق الطفل، وأن يتلقى تعليماً محدداً وتدريباً. إن كانت الدولة تقوم برفع السن القانوني للعمل تدريجياً، فيجب أن لا يقل عن سن 15، وهو سن انتهاء الدراسة الإلزامية. وقد تسمح الاتفاقية العمل للأطفال بين عمر 13 والخامس عشر في أعمال خفيفة لا تضر بصحتهم ونموهم، ولا تعطل تعليمهم أو تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم. ولكني لا أشغلهم في أشغال خطرة، فهي أعمال بسيطة وهم يتعلمون صنعة مفيدة. ابنك يتعامل مع آلات حادة وثقيلة، وابنتك تقضي ساعات طويلة في الحقل تحت أشعة الشمس. كيف يمكن أن تعتبرها أعمال بسيطة؟ هذه أعمال خطرة ومحظورة حسب التوصية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، والتي تدعو الدول لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهي الأعمال الخطيرة مثل الأعمال التي تعرض الطفل للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي، الأعمال التي تزاول في باطن الأرض أو تحت المياه أو على ارتفاعات خطرة أو أماكن محصورة، الأعمال التي تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات خطرة، الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية، ممكن أن تعرض الأطفال لمواد أو عوامل أو عمليات خطرة أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم، الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة كالعمل لساعات طويلة أو أثناء الليل، أو العمل الذي يحتفظ بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول. وعلى الدولة إطلاع وتوعية الرأي العام والمجموعات المعنية بما في ذلك الأطفال وأسرهم. ولكن أتظن أن المدرسة ستسمح لهم بالعودة الآن بعد الغياب الطويل عنها، كما أننا لا نمتلك المال الكافي لتدريسهم؟ طبعا بإمكانهم العودة إلى المدرسة الآن، ومن واجب الدولة أن تساند هؤلاء الأطفال وتدعمهم. منظمة العمل الدولية في التوصية رقم 136 المساندة لاتفاقية رقم 138 حثت الدول الأعضاء بالقيام بكل ما يمكن لحماية الأطفال ووضع سياسات وبرامج تنموية وطنية لتلبية احتياجات الأطفال وتوفير أفضل الظروف الممكنة للنمو البدني والذهني لهم. وعلى الدولة أن تقوم بتوسيع التدابير الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الفقر وضمان مستويات معيشة أفضل للأسر، إذ يعتبر الفقر إلى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال. هذا بالإضافة إلى الاهتمام باحتياجات الأطفال المحرومين من أسرهم وتقديم المنح الدراسية والتدريب المهني. وعلى الدولة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذه الأعمال وضمان تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً وضمان حصولهم على التعليم الأساسي المجاني وعلى التدريب المهني إن كان مناسباً. إن حرص الدولة على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سنها التشريعات والقوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق وتوفر لهم حياة كريمة ينعكس إيجابياً على اقتصادها. فاحرص كفرد أن تعرف حقوقك، واحرصي كدولة أن تحفظي حقوق أفرادك. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ولا تنسوا أن تتصلوا بنقاباتكم.